وقتها يسلام شجرندي فتا سيتوش يبكولاتشو مينا ما بركت دميتا بكباشي ما كالي غوندرزون سيتوش لكسفت بيتا ساسابا بغوندر كتما يتيبيا سلام تبكالو هو من دان لالجوشي او سال بميل مريكال سيتوش سلام مكروال مسجانو كفالو تجمعالو ي إثيوبيا سلام تبقى الله للجوتشي من دور صالح بميل مريكال كغندر كتمانا كمأكله غندر زون سلامن هي مازنات نكناك من ركث كيدوال يوي تتساتا فيوش هي سلام توت سيتوتشن لك فاشجر يبلت تجعل جرقال بلوال صناتي يتسق أيوبنا رابلي مكاراتون يجونون إقonomيو من دم تايت ينور ودنا تبتام كبرنو مقاقم اسكمي ساندرس لجوتش ودت مرتيد هيدو من مجل من مر اسكن ما يشلو بيت درس درسوا على في النتانزار سيتوش بزو بإقonomيم بتلي بهلا في النت بمشكم كل باتشو درب تجرو تانزار بتلي يزكاة أورنا تجارا دكمو بكفتني درجة تجوج سلهانو قداتو بسيتوش ليام الزنال سلام سر تفلق بتشا سلام مامتاتي ما يشل مهونون هي تقو متي أو يتسات فيوج هلوم هي بكلون درشا ليو تايج جبال بيناتشو زملو سلام 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 أي متى يندان دكتين سر سرتن كييبي تاتين يلون من مكر يلبتن مجلس يلبتن يمكرنا وده سلام مامتاتن قانس عجرن يأكل غربيت ليني سلام بون غربيت لي سلام كاللكو من موال ما دراتشلم يراسنم سلام يبرز البرسنال انكون عند هاجرن ياكل معناتنو سلازي يي راساتن درشا موطات عالبن بيا منال كهولاتشن كسيتوتشم كهيمانوت اباتوتشم كوطاتوتشم كملاو مهابرسب بزو نغير يطبقال بن ناسبال انغدي سيتوتش او حلافينت عالبن بتلي كبيت سبع انصار سيتوتش اياندندو بيت سوون بممرات አካባቢውን በመምከር ከአካባቢው ያሉትን ችግሮች አብሮ እጅና ጓንት ሆኖ ከህብረተሰቡ ጋር ችግሩን እንዲፈታ ማድረግ ነው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሴቶች ሊግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አሰፉ ዳውድ አንድነታችን ኃይል ማድረግ ይገባል ብለዋል ብዙ ሃይማኖት ያለበት የተለያየ የድሜ ክልል ያለበት ጾታን መሰረት ያደረገ ሳንድ ላይ ወጥ በሆነ መንገድ አካታች በሆነ መንገድ ማየት ከቻል ማስከተል ከቻል ሰላምን ማምጣት መቻል እንችላለን ማለት ነው የተፈጠረው የሰላም ጦት ሴቶችን ለበለጠ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር መዳረጉን የተቆሙት የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ትብለት መንገሻ ናቸው በሴቶች ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና እንዲባባስ በማድረግ ደረጃ የተፈጠረው የሰላም ጦት ችግሩን ከችግር ላይ ችግር እየፈጠረ እንዲባባስ አድርጎታል ይሄ እንዲመለስ ነው እነዚህ መድረኮችን ያስተባብርን እየመረናቸውና ከህዝቦቻችን ጋር እየመከርን ያለ ነው የውይይት መድረኩ በሰላም ጦት ይበልጥ ተጎጂ የሆኑትን ሴቶች ሀገራዊ መግባባት በመፍጠር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ታስቦ መዘጋጀቱን የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የኤፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ወይዘሮ አስቴር ከፍቶ አስተውቀዋል የሰላም ጦት ሲኖር መጀመሪያ የሚጠቁት ሴቶችና ህፃናት አካል ጉዳተኛ አቅም ደካማዎች ስለሆኑ ይሄ ጉዳይ ሁሉም አከባቢ ውይይት ተደርጎ ሀገራዊ የሆነ ሰላም እና መረጋጋት ኖሮ ሴቶች በዛው ልክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ቀጣይነት ባለው መንገድ ለመስራት ስለተፈለገ ነው ይሄ መድረክ ሀገራቀፋዊ ሆኖ እስከታች መዋቅር ድረስ እንዲወርድ ተደርጎ እየተሰራ ያለ